نحو عام مر على قصف مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية بالغازات السامة. قصف قال مركز دمشق الإعلامي حينذاك إن طيران النظام ألقى برميلا يحتوي على غاز السارين وهو غاز أعصاب سام مستهدفا المناطق السكنية في المدينة. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وبعد تحقيقات أجراها مفتشوها أكدت أن مادة كيماوية سامة تحتوي على الكلور استخدمت في هجوم بدوما في نيسان عام 2018. التحقيق لم يحمل أي جهة المسؤولية، لكن المنظمة قالت إن المعلومات التي جمعتها قدمت ما وصفته بالأساس المعقول للقول إن مادة كيماوية سامة استخدمت كسلاح في الهجوم. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية كانت حصلت في حزيران من العام الماضي على سلطات جديدة لتحديد المسؤول عن الهجمات بأسلحة كيماوية، لكن ذلك لم يكن ضمن التفويض الممنوح للفريق الذي أجرى تحقيق دوما. لوي شاربونو المسؤول في منظمة هيومان رايتس ووتش وفي تعليقه على التحقيق قال إن أحدث تقرير حول استخدام الكيماوي في سوريا يضيف حالة أخرى إلى العشرات من الهجمات غير القانونية بأسلحة كيماوية والتي تأكدت منذ عام 2013، مؤكدا ضرورة كشف ومحاسبة المسؤولين عن استخدام تلك الأسلحة المحظورة. مدينة دوما كانت المعقل الأخير لفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، حيث تعرضت لقصف بغازات سامة خلف عشرات القتلى والمصابين، ليتم بعد الهجوم توقيع اتفاق تسوية بين جيش الإسلام وروسيا خرج بموجبه الجيش ومن يرغب من المدنيين إلى الشمال السوري.